في ايه؟ معرفش استحملتي كل ده ازاي؟ ده لو حد غيرك كان زمان الجنين ده نازل فعلا. الجنين ده مش هينزل غير في ميعاده يا دكتور ان شاء الله. يا هاجر جيبي لها العشاء وشوفيها لو احتاجت اي حاجه. ممكن تلبني بتعمل؟ اكيد. عايزه اشرب لبن. انا ميرسي. ماشيه مع عنداوي. حياة ابني اللي حصل ده ما يعدي على خير. يا انا يا انت. ايوه حضراتكم مين؟ انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ حضراتكم مين؟ انت بجد مش واخده بالك مننا؟ لا والله مش عارفه حضراتكم مين. معقوله؟ معقوله ما تعرفيش ولاد صاحبتك انتمتك حبيبتك سعاد؟ يا حبيبتي ميرفت. ايوه ميرفت. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي، ايه الحلاوة دي؟ يا حبيبتي ايه الحلاوة والقمر ده؟ أنت أكيد عماد صح؟ مظبوط مظبوط، حضرتك وحشتينا جدا. يا حبيبي، إيه المفاجآت الحلوة دي؟ أنا مش قادرة أصدق. والله والله أمكم ما بتغيب عن بالي أبدا. يلا اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي يا حبيبي. أهلا أهلا. يا حبايبي ما تتصوروش انا سعيده قد ايه النهارده. اتفضل يا حبيبي. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. عشان تعرفوا اني عمري ما نسيتها ابدا، بس انتوا عيال وحشه. اعملوا حسابكم بقى هتتغدوا معايا النهارده. لا 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 غدا ايه، لا مش هينفع، اصل انا ورايا شغل كتير قوي، وبعدين انا كنت يعني قريب من هنا فقلت يعني اعدي اشوفكم. وانت بقى اول مره تبقى قريب من هنا؟ بصراحه لا. شفت بقى، يبقى لي حق عندك. مظبوط. وحقي عليك تقعد وما تتكلمش خالص. حاضر، قفلت بقي خالص. يلا قولوا لي بقى تشربوا ايه. والله العظيم مش جايين نشرب حاجه، احنا جايين نشوفك بس. لا 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 لا، لا يمكن والله. ده انا عامله بقى رز بلبن هتاكلوا صوابعكم وراه. ولا ايه رايكم لو عملت لكم ام علي؟ لا لا، ميرفت حبيبتي بتحب صوابع زينب صح؟ لا هريسه اسكندراني تحفه. لا لا مفيش اي حاجه من دي، انا عامل رجيم مش عايز اتخن بصراحه. وحشني يا اولاد، وحشني قوي، ومامتكم كمان وحشاني قوي. يلا هي الدنيا كده، دايما بتاخد الناس الحلوه. الله يرحمه. قولي لي هو جمال فين؟ جمال يا حبيبي تعيش انت. ليه؟ يا ساتر يا رب، احنا اسفين قوي. اسفين على ايه؟ الله يرحمه كان لسه متخرج من كلية الهندسة، كان الأول على دفعته، أخد العربية عشان يتفسح بيها، مرجعش. يلا معلش الحمد لله. يلا هعمل لكم بقى الرز بلبن، قصدي هجيب لكم الرز بلبن. ماشي.
حمد لله على السلامة. ألف حمد لله على السلامة. يعني. نورتي بيتك يا أختي. الله يخليك يا أختي. نورتي بيتك. الله كتر خيرك. كتر ألف خيرك. أنت أختي. كتر خيرك. الحمد لله على سلامتك يا أختي. خدي نفسك على مهلك. على مهلك. عيني. ألف مش قادرة. مش قادرة بهيرة. والنبي هتبقي تمام وكل حاجة هتبقى حلو وميت فل وعشر يا رب. على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا انا مالك انا مالك يا اختي. انا مالك الحمد لله على السلامه. خدي نفسك هذه يا اختي المخده. هذه المخده الله يخليك. سمي لي ألف حمد لله على السلامة. يعني الحمد لله على سلامتك يا أختي. يعني. تعالي تعالي. الولية تعبانة على آخرها. ربنا يوهده ويستر. بس عملت إيه؟ امسكي. انا جبت كل الادويه اهي، فيها اللي قبل الاكل واللي بعد الاكل واللي في نص. طب كويس. بص بقى، انا عايزك تجري زي الرهوان تجيب لي 10 فرخات بلدي حلوين كده و3 كيلو لحمه ملبسي. ماشي. يلا استنى ما تتاخرش عشان الحق اطبخ للوليه واديها دواها. لا على طول. شوفي بس يلا. كل اللي انت عايزاه. طيب بالسلامه. ربنا يستر ربنا يستر. طب والمهم عم مختار عامل ايه دلوقتي؟ من ساعة ما جمال مات وهو كل يوم يروح المقابر يقعد هناك لحد المغرب وبعدين يرجع. عمك مختار كويس يا حبيبتي، كويس، بس هو ساعات بيقوم بالليل يقعد يتكلم معاه مع ابني زي ما يكون عنده. حتى الأوضة بتاعت حبيبتي زي ما هي. أنتِ عارفة يا ميرفت، أنا كمان أكتر منه. والله بس بحاول أخفف عنه. بحاول بس مش عارفة. أنا كنت بروح معاه المقابر في الأول، بس حبيبتي لما أزمة القلب جاتلي مبقتش أقدر. أنا لما بشوف مختار بيدخل على أوضة ابني جمال بحس إنه هيخرج ومعاه الولد مع ابني. أنا عارفة ده حرام طبعا، بس غصب عني والله. تفتكري حبيبتي ان جمال خرج من بطني؟ لا ابدا، انا حاسه بيه جوايا، حاسه بيه بيتحرك جوايا. انا كنت باكل عشانه وبتنفس عشانه. يلا معلش، الحمد لله على كل شيء. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا حبيبي. محدش عارف لو كان لسه عايش كان جراله ايه. تسلم يا ابني، تسلم يا حبيبي. أنا عايز حضرتك تشد حيلك شوية. حاضر. أنا مش عاجبني الحالة اللي انتوا فيها، لكن طبعا أنا مقدر وعارف إنه غصب عنكم، بس اوعديني حولي. حاضر يا حبيبي، إن شاء الله إن شاء الله.
لا لو عوزت حضرتك اي حاجه على طول كلموني، ده الكارت بتاعي في كل الارقام بتاعتي. حاضر. معلش انا اسف، مضطر لازم اتحرك، عندي شغل كتير. ربنا يوفقك حبيبي. بس انا اكيد يعني هاجي كتير وهتصل. ايوه يا ريت يا عماد تيجي كتير يا حبيبي، عشان عمك مختار لما يشوفك ويقعد معاك يمكن ربنا يساعده وينسى حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله. يلا مرفق، لو سمحت هاتي لي موبايل. باي باي. سلام حبيبي. سلام نفسك، هنشوفك قريب ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ايوه. ايه في ايه ده؟ امتى حصل الكلام ده؟ طيب انا جاي حالا، مع السلامه. في ايه يا عماد؟ ليلى اتخانقت في السجن ونقلوها المستشفى. وانت رايح لها؟ اكيد طبعا. طب تحب اجي معاك؟ لا 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 انا هنزلك المكتب. يا بابا بقول لك مش عايزين يدوني حاجه، عشان عايزين الولاد يبقوا يعيشوا معاهم هنا، وانا طبعا مش موافقه على الكلام ده. ما انا برضه مش هسيب حقي وحق الولاد. خلاص يا صوفيا تعالي واحنا هنتصرف. تخيل انهم عايزين يدوني 300,000 دولار بس؟ ليه يعني؟ امال فين الفلوس والاملاك اللي كان بيحكي عليها يوسف؟ اختفت؟ انا متاكده انه اللي ورا الحكايه دي هي راويه مرات خالد. وبعدين انا مش فاهمه هم عايزين نجيب الولاد يعيشوا هنا فين ويعيشوا مع مين، ومين بقى يربيهم، المعداوي ولا خالد ولا راويه عشان يطلعوا زي ابوهم ولا زيها؟ يا بابا انا عايزك تشوف لي حل في الموضوع ده باي طريقه، انا مش ممكن هسيب حقي والناس دي لازم تتعلم الادب. يا بنتي مش كده، كل شيء هيتحل بالهداوه. انت مش متخيل بيعاملوني ازاي، لما اجي هحكي لك. يلا سلام دلوقتي. الو. ايوه لو سمحت عايزه احجز تذاكر طيران للندن. تعالي هنا، ايه الدوشة دي؟ اصل مع الدوابة يا فندم ليه النهاردة؟ ليه يا شيخ؟ طب يلا روح شوف شغل. ايه اللي جابه دلوقتي ده؟ لا اتفضلوا على مكاتبكم، متشكر قوي. اتفضل لسيادتك القهوه. كل اللي انت قلته حصل. باقي المبلغ هيكون عندك النهارده. والله والله الشركه نورت كلها يا عمي. شفت الموظفين كانوا فرحانين بيك ازاي؟ مش تقولي قعده البيت؟ ايوه كده، خلي الحياة ترجع لمجاريها. اقعدي يا روي. حاضر. ايه الأخبار؟ زي الفل، لسه مكلمة مدير الحسابات يجي لك علشان تبشر كل حاجة بنفسك. الست اللي انت جبتيها كلمتني. بجد؟ وإيه الأخبار؟ بتقولي إن كله تمام. اتأكدي عشان أبعت لها بقية المبلغ. كله تمام كله تمام؟ بقولي اتأكدي. حاضر. الحالة زي ما هي، مفيش أي تقدم. يعني إيه دكتور؟ يعني هو الطب جه عندنا وخلاص كده؟ معلش يا صاحبي، معلش.
ربنا وحده قادر على كل شيء، احنا خلاص عملنا كل اللي علينا والباقي على ربنا. أنا تعبت يا دكتور، ما بقتش عارف أستمتع بأي حاجة في حياتي. تصدق إن أنا لما بشوف أب مسك ابنه بغير، والله العظيم بغير. نفسي أبقى أب، عارف يعني إيه؟ يا أخي قول لي أعمل إيه؟ أقول لك إيه؟ أقول لك سافر، ما أنت سافرت في كل حتة وما سبتش مكان. يعني إيه؟ مفيش فايدة؟ ايه بيب بيب، خلوا خلوا. بقول لك ايه، انا كلمت البيت جوجو عشان نطلع نقضي لنا يومين في الساحل كده. بني مش عايز اسمعه ولا كده. سبحان الله عليك يا ابني، هم اللي خلفوا خدوا ايه؟ ما انا قدامك اهو، اتجوزت وخلفت وطلقت، بس عايش دلوقتي اشتاط عسلات مربات. طب ينفع تسكت شويه؟ الله العظيم أنا لو مكانك لكنت عشت أحلى عيشة في الدنيا. إيه ده، أنت أغنى واحد في مصر وأبوك ملياردير، ودلوقتي بقيت الوريث الشرعي له؟ يعني الفلوس دي كلها والعز ده كله بين إيديك. حتى أنت كلامك بيعذبني. ليه بس يا خلو؟ عشان كلكم عارفين اللي أنا فيه ده كبير. ده راوية ناقص تبصلي في عيني وتقولي أنت مش راجل، ولما تبقى تعرف تخلف ابقى تعالى اعمل عليا راجل. حتى ابويا، ابويا طول عمره بيحب يوسف اكتر مني، وانا مش عارف ليه. بس اقول لك، الواد يوسف الله يرحمه كان يتحب، وبعدين خلف وجاب له عيال احفاد، يعني اللي انا ما عرفتش اعمله. سيبني سيبني هنا، انا تعبان. صباح الخير. صباح النور. شفت كانوا عايزين يعملوا فيا ايه؟ عايزين يموتوني ويقتلوا ابني. طب انت عامله ايه دلوقتي؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ هو انا متاكده ان مفيش غيره. انا كنت مستسلمه شويه، لكن دلوقتي خلاص انا مش مستسلمه. انا لازم اخرج من السجن، ما ينفعش اقعد اكتر من كده. مش بس كده، انا عايزه احقق ابني في ميراث ابوه. كل ما ليه ليا عند المعدوي انا عايزه اخده. طيب انا عايزك بس تهدي. انا مش ههدى ومش عايز اهدى. انا كنت غبيه لما كنت باخد كل اموري على اعصابي، بس خلاص مش هينفع. انا عايز اعيش انا وابني، وكل الناس تعرف ان هو ابن يوسف المعداوي. عايز المعداوي شخصيا يقف في المحكمه ويقول الولد ده حفيده. هيحصل هيحصل، لازم يحصل، ودي مهمتك من النهارده. وانا من دلوقتي تحت امرك، اي حاجه عايز تعرفها انا هقولها لك، مش هخبي عنك اي حاجه تاني. واضح ان اللي حصل ده جاب نتيجه. لو شفتش كانوا بيضربوني ازاي؟ انا شفت الموت بعناية، كاني بيني وبينهم طارق او عداوه ليهم. كده عشان خاطر ايه؟ عشان دفع لهم عشان يقتلوني انا وابني؟ بس انا مش هسكت، مش هعديها على خير. ليلى، انا مش عايزك تعملي اي مشاكل في السجن الفتره اللي جايه، وانا هوصل مامور عليكي. محدش هيعمل حاجه، دول ناس قادره، محدش يقدر يوقفهم عند حدهم. بس انا بقى عارفه ايه اللي هيوقفهم عند حدهم. اللي حصل لليلى يا محمود بيه مترتب. جرى ايه يا متر؟ انت مش عارف السجون واللي بيحصل فيها؟ وبعدين دول في الاول وفي الاخر مجرمين، يعني اللي حصل ده طبيعي وعادي جدا. وعموما انا حققت في الموضوع، والكل شهد بان كانت في مشادات ما بينهم قبل كده. يعني في الاخر يا متر ده شغل مساجين ومجرمين، وانا اتخذت الاجراءات اللازمه. لا مش عادي ولا شغل مجرمين، لان ليلى مش زيهم. ليلى مستحيل تكون جرت شكل واحده فيهم. قصدك ايه يا متر؟ يعني انا كذاب؟ سيادتك مش كذاب، لكن اللي بلغ سيادتك هو اللي كذب. الموضوع ده مش هيعدي كده بالسهل، الموضوع ده هيبقى موضوع رأي عام، وانا مش هعدي. ليلى تعالي يا حبيبتي، طمنيني طمنيني، عامله ايه؟ انت هموت واعرف ايه اللي حصل لك. انا زي الفل يا حبيبتي، ما تخافيش عليا. طب والعيل؟ فلين ما شاء الله، الله اكبر. الحمد لله. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ابقى عايزاكي تقولي للي بعتك ودفع لك فلوس ان ليلى كويسه والواد كمان كويس، وعايزاكي كمان تعرفي ان انا في الشهر السادس، يعني لو لف حوالين نفسه وعمل قرد
ابني برضه هيخرج للنور. ده انت جايه تقولي شكل للبيع بقى؟ اه جايه اقول شكل للبيع بقى. شكلك ما حرمتيش من المره اللي فاتت. لا يا حبيبتي ما حرمتش. مش انت المره اللي فاتت ضربتيني عشان كنت عايزه تقدميني عشان بجر شكلك؟ انا المره دي بجر شكلك تاني وعايزه اتقدم. يلا انزلي لي. انت ناويه على موته بقى؟ اه ناويه على موته. لا استني يا ليلى، عندي انا الطلعه دي يا حبيبتي. اصل اللي يتخانق يعور بس ما يموتش. لا يا نجوى سيبها لي انا دي بتاعتي. استني يا ليلى، سيبيها 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 يا ليلى، ما تقدريش في داهيه عشانها. سيبيها سيبيها يا ليلى، سيبيها لي انا، دي طلعتي وحياتك عندي. اقعد يا بنت انت. نجوى اوعي تشطري عليها يا بنت الجزمه، شكلها ملهاش ضهر. خلاص يا ولاد الجال اللي عملتوا فيا ده يا ولاد الجال. يا ولاد الجال ريحتي؟ لا ما استريحتش. وشي وشي. خير يا ماما. صباح الخير يا منير. خير يا بنتي، في ايه؟ انت مش اجازه النهارده؟ اه ما انا رايحه ازور ليلى. ما بلاش موضوع ليلى ده يا منير. ليه يا ماما؟ مش ليلى دي اللي كنت معجبه بيها وبشخصيتها وبنظامها؟ كان بقى، انما دلوقتي يا بنتي انا خايفه عليكي وكفايه اللي بيتقال حواليها. ماما لو انا وليلى اولاد وانا قررت ان ازورها تفتكري برضو كنت هتقولي لي لا؟ منيره انا مش ناقصه على الصبح، انا خايفه عليكي يا بنتي. وهي في مشكله وانا صاحبتها، وكان لازم ازورها من زمان على فكره. يا بنتي الناس ما بتسيبش حد في حاله. فعلا يا ماما الناس مش بتسيب حد في حاله لما بيبقى في مشكله او سيرته زي الزفت وعلى كل لسان، انما لو محتاج مساعده او محتاج حد يقف جنبه بتسيبه وتظ فيه. صح، الناس بتتكلم وبس، بتهد حياه غيرها وبس، انما تصلح لا. انتي بتتكلمي كده ليه يا بنتي؟ انا مش بكره ليلى. وانا لازم ابقى جنبها يا ماما، هي دلوقتي محتاجه كل الناس تبقى جنبها مش تتكلم عليها. بقول لك ايه يا ماما؟ تفتكري لو ليلى دي غنيه ومعاها فلوس كتير والناس ليها مصالح معاها، تفتكري كانوا هيتكلموا عليها ولا يجيبوا سيرتها؟ انا واثقه انها ما كانتش هتلاقي وقت حد يزورها فيه. مش بعيد كمان هي اللي كانت تمنع الزياره. هي دي الناس يا ماما. يا بنتي انا عارفه انت بتحبيها قد ايه، بس لازم تعرفي ان مشكلتها برضو مش بسيطه، وانا خايفه عليكي. وانا هروح ازورها يا ماما. عايزه حاجه؟ ما تتاخريش وابقي سلميلي عليها. انا ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا عايزها تاخد اعدام وخلاص. هو انت عايزني اعمل ايه يا حاج؟ اخالف ضميري يعني اقول على حاجات مش حقيقيه؟ ضميري يا متر؟ بقول لك قتلت ابني تقول لي ضمير؟ اه ضمير، والحكم اللي هي اخدته ده حكم عادل جدا كمان. والله يا حال، وانت المحامي بتاعي ولا بتاعها؟ انا بتعامل مع الحق والقانون يا حاج، ماليش دعوه بقى انا بدافع عنك ولا بدافع عنها. مالكش دعوه؟ يعني الفلوس اللي بتاخدها مني دي كلها وبقى في الاخر تقول لي مالكش دعوه؟ العربيه اللي انت راكبها دي من شغلك معايا هنا، الشقه اللي انت قاعد فيها من فلوسي وفلوس ابني اللي مات، لازم تاخد بالك من ده كويس. مفيش داعي للكلام ده يا حاج. لا في داعي، والكلام ده لازم تحطه في دماغك. يا اما بقى بلاش منك لو ما نفذتش اللي بقولك عليه. اللي تشوفه. بس انا عايز اقولك اللي بتعمله ده غلط، وربنا مش هيقف معاك. ربنا؟ ايه؟ انت شايفني كافر ولا ايه؟ انت اتجننت؟ ما تغلطش يا حاج. انا لحد دلوقتي مراعي العشره اللي كانت بينا. لا انت اتجننت اكيد. انت لازم تعمل حسابك. انت هنا بتشتغل عندي،
يعني بتاكل من الفتافيت اللي بتقع مني انا واولادي. اهدى يا عمي اهدى اهدى، امشي انت دلوقتي يا متر. مالكش عيش معايا، انت جبت اخرك خلاص. مش انت اللي بترزق يا معداوي، وعايز اقول لك اللي بتعمله ده هيرجعك لورا، مش هطلعك قدام ابدا. واوعى تنسى انك عبد، وان ربنا بس هو اللي بيديك وهو اللي بيرزقك. امشي اطلع بره، مش عايز اشوف وشك. انا بس قبل ما مش عايز اقول لك حاجه اخيره، كل اللي بتعمله ده مش هيجيب غير نتيجه عكسيه صدقني. حبيبي اهدى يا عمي اهدى. خبر اهدى ازاي بس؟ وبعدين اللي انت جبتيهم دول ما عملوش حاجه، يعني ايه دم الواد هيروح حاضر؟ ليلى انا اسفه يا ليلى، انا عارفه ان انا مقصره قوي معاكي. لا يا حبيبتي ولا يهمك. طمنيني عليكي، انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. مالك مغيره ستايل لبسك كده ليه؟ مش كده احسن؟ اي حاجه حلوه عليكي. ايه اخبار نور؟ نور مين؟ مالك يا بنتي تايهه ولا ايه؟ نور. نور. لا ما خلاص احنا قطعنا مع بعض. ايه ده ليه كده يا منير؟ انا قطعت معاه. اصله بقى غريب قوي يا ليلى، كل يوم والتاني نطت لي وعايز يشوفني، وكل ما يشوفني يقعد يقول لي بحبك ومش بحبك وكلام فارغ. هو في حاجه اصلا اسمها حب؟ في حاجه اسمها حب يا ليلى؟ خلاص بقى الواحد لازم ياخد باله، ومش اي حاجه يمشي وراها وخلاص. وبعدين انا قلت له، انا قلت له لو انت عايزني تعالى كلم ماما. انا كده ابقى ظلمته بصراحة؟ لا. امال انا ليه بس بأنب نفسي ليل نهار؟ هو انت بتحبيه منيرة؟ احبه. حب ايه يا ليلى؟ خدنا ايه من الحب؟ طب ما انت حبيتي يوسف، عمل لك ايه؟ يا منيرة على فكرة أنا مش ندمانة خالص أنا حبيت يوسف. أنا حبيته قوي كمان. حبيته أكتر من أي حاجة في الدنيا. وخفت عليه وصنته. تخيل؟ وآخرة الحب إيه؟ منيرة اللي حصل بيني وبين يوسف ما كانش آخرة الحب خالص. كان آخرة الغدر والخيانة. كل واحد فكر في نفسه بس. هو عايز ايه؟ بس انا حبيته قوي قوي. هو ما حبش حد في الدنيا غير نفسه بس. تخيل هو كان بيحب نفسه اكتر من ابنه. عمرك شفتي اب بيحب نفسه اكتر من ضناه؟ ليلى انا خايفه قوي. انا كل يوم بقعد قدام نفسي ببقى عايزه اعرف ايه اللي هيحصل. هو انا من حق احب؟ طب لو حبيت وغلطت ايه اللي هيحصل؟ هو لو غلط عادي، انما انا لو غلطت. اوعي تغلطي، تعلمي من اللي حصل. خايفه يا ليلى، خايفه قوي. انا شايفه ان احسن حاجه اني ابعد. انا اصلا ما عدتش عايزه حاجه. انا بفكر اسيب الشغل. لا ما تعمليش كده يا منيره، اوعي تعملي كده. ليلى انا اسفه، انا جايه عشان اواسيكي، اشتكيت لك هم. لا يا حبيبتي ليش كده، انت اصلا كنت وحشاني قوي. وكفايه قوي ان انت جيتي تزوري واحده الناس بتقول عليها فجره، ما خفتيش على نفسك؟ عشان انت مش كده. الناس ما بتهتمش بالحاجات دي، طز في الناس. ليلى لو احتجتي اي حاجه قوليلي، انا تحت امرك. عارفه، بس والنبي يا منير عشان خاطري روحي لماما واسالي عليها، طمنيني عليها على طول. اكيد يا حبيبتي ما تقلقيش. خلي بالك من نفسك.
أنا نفسي في سجارة. لا بقى. لا يا ليلتي، كده كتير قوي يا حبيبتي، كتير عليكي وخطر. أنتِ حامل يا ماما، والسجاير خطر على الستات الحوامل. خطر ولا مش خطر يا نجوى، أنا نفسي فيها. ماشي يا حبيبتي، نفسك فيها ما أقدرش. بس دي آخر سجارة النهاردة. هاتي بس. امسكي. عايزة أولعها يا غجر. أنت يا ولية بتكلميني أنا؟ بكلمك أنت اللي تتشكي في مصارينك، مش سامعاني؟ قومي فزي اتنطري هاتيلي ولاعة، ستك عايزة تشرب سيجار. جرى إيه يا ولية؟ هو أنت اتطرشتي ولا اتطرشتي؟ أنت ما بتسمعيش؟ ستك بتقولك عايزة ولاعة علشان تولع. قومي هاتيلها ولاعة ولا خليها تذبحك. اتفضلي. وده ايه اصله ده؟ هي الهانم هتولع لروحها في يومك الازرق ده ولا ايه؟ امشي نجري ولعيلها. ما تمدي يا اختي، مدي يا حيلتها. هاتيها يا بت، هاتيها. اصلا انا ما بشربش سجاير، بخاف على الواد. عالم ما تجيش الا بالرقعه على صداغها. نوم. ما تقومي يا وليه، ما صدقتي تنامي ولا ايه؟ ما تقومي يا اختي، ده انا عامله لك اكل هيخليكي زي الرهوان، وبعدها نشرب قهوتنا ونتحدث مع بعضين. قومي يا اختي، قومي عشان تاخدي دواكي يا شمس. ما تقومي بقى يا وليه. لا ما تقومي بقى، قومي. شمس. 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 شمس.